دجاجة الحمراء. مرحبا أيها الأطفال، اليوم سأحكي لكم حكاية حدثت منذ زمن بعيد في بلاد كندا. إنها حكاية الدجاجة الحمراء في الزمان الذي لم يكن فيه سوى الحصان كوسيلة نقل. إذن لم يكن هناك وجود لوسائل النقل كما هو الأمر الآن. نعم، فيما يخص العمل في المزرعة فقد كان حقا شاقا. كما تعلم، ففي نهاية الصيف هناك عشبا جافا في الحقول، لذلك يجب على الإنسان أن يكون حذرا جدا من اشتعال النيران. قصتنا تبدأ بالمزارع الذي كان يحرس أراضيه الشاسعة، حيث يطوف حولها على ظهر عربته للتأكد أن كل شيء على ما يرام. المزارع شاسعة جدا في هذه المنطقة لدرجة أننا لا نستطيع رؤية حتى المزارع المجاورة. هذا المزارع حذر جدا، إذ أنه حفر حفرة طافت كل أراضيه كي يحميها من النيران. نعم، إنها فكرة نجدها عند المزارعين، لأن النيران لما تشتعل لا يمكنها العبور عبر الحفار. فذات يوم خلال مراقبته للوضع وهو على ظهر عربته، لاحظ المزارع أن أحصنته كانت قلقة، فشك أن خطرا ما قد وقع، لكنه لم يراه بعد. وفجأة، لا، قد رأى من بعيد لهيب النيران صاعدا خلف منزله. بسرعة فائقة جرى حاملا على جراره دلاء ماء اتجاه الحفرة التي حفرها من قبل، فسكب الماء فيها وحتى على العشب الذي يجاورها. لكن ها هي الرياح تهب، فقد زادت من لهيب النيران. لا يوجد وقت يضيع، يجب سكب المياه من حول كل المنزل. ها هو المزارع المسكين يجري عاملا كل ما بوسعه، إنه لا شيء صعب جدا. فوق كل هذا بدأ الدخان يصعد بكثافة، فإذا أراد أن ينقذ نفسه ومزرعته فعليه أن يرش بالمياه وينتظر. لكن هل تعلمون يا أيها الأطفال، ليس للمرة الأولى يحدث له هذا الشيء. قد انتهى قبل أن تمس النيران مزرعته وحقوله، إنه منظم جدا. هل لاحظتم؟ ليس هو الوحيد الذي أحس بالخطر، فالحيوانات أيضا أحست بذلك إذ اضطربت. المزارع يحاول حمايتها، لكن ليس عنده كثيرا من الملاجئ. في لحظة نرى دجاجة حمراء تقوم بحركات غريبة وتصدر صوتا قويا بمنقاريها كي تجمع صغارها. لقد دخلهم الفزع لأنهم أحسوا بالخطر، إنها تريد إنقاذهم فوضعتهم تحت جناحيها. لكن ها هي من جديد تصدر صوتا بمنقاريها. ما الذي يحدث؟ لا، واحد من صغارها يجري في الاتجاه المعاكس لها فابتعد عنها. إنه حقا مغفل، لا يريد أن يطيع لأمه، فها هو يجري اتجاه الحفرة. للأسف الرياح قوية جدا والحريق شديد الالتهاب. اللهيب يرتفع في السماء، إنه يتعالى حتى فوق الحفرة التي حفرها الفلاح. حقله بدأ يحترق، لكنه يحرص على حقله إذ بدأ في الرش بالمياه على النار، وذلك بمساعدة أحصنته التي تجري بسرعة كلما قادها إلى الأماكن التي شبت فيها النيران. لكن انظروا إلى الكتكوت المتمرد، سيحترق بين لحظة وأخرى. الحالة محزنة حقا. هذا ما يحدث دائما للذين لا يطيعون أولياءهم، إذ تحدث لهم المصائب، وهذا الشيء مؤسف ومحزن لهم وللذين يحبونهم. إذن يا أيها الأطفال، اسمعوا جيدا نصائح أولياءكم وأطيعوهم، خاصة حين يحذرونكم من الخطر. أخيرا الرياح تدفع اللهيب بعيدا عن حقل المزارع الذي تعب جدا من إطفاء النيران. لقد انحنى رأسه من شدة التعب
لم يبقى لديه أي قوة، وبالطبع فهو حزين بسبب كل هذه الخسائر التي أحدثها الحريق. أحصنته تتجول، لكنها تتبعه أينما اتجه. فجأة، ما الذي يراه عن بعد في حقله؟ إنه شيء كروي الشكل وأسود اللون، لابد أنه يتمثل في شيء قد نسي أن يجمعه قبل الحريق. إذن اقترب وتساءل ما هذا؟ ما هو يكتشف العديد من الكتاكيت تحت هذا الشيء الأسود؟ إنها بدأت تجري في كل الاتجاهات. وفي هذه اللحظة فهم بأن الشيء الكروي الشكل وأسود اللون كان أمهم، الدجاجة الحمراء. لقد فهم ما صنعته من أجل صغارها، واحتراما لها لما فعلته لصغارها ينزع قبعته ويفكر. هل ترون أيها الأطفال هذه الدجاجة التي لا تملك عقلا؟ فمحبتها الفطرية لصغارها دفعتها إلى الفداء بنفسها من أجل إنقاذهم من الحريق. لقد أحرقتها النيران، لكنها لم تمس صغارها لكونهم احتموا تحتها، لذلك أنقذوا كلهم إلا الكتكوت المتمرد الذي لم يبالي بالخطر. ففي نفس الوقت فكر المزارع في شخص عمل نفس الشيء له هو ولنا أيضا، وذلك منذ زمن بعيد جدا. هذا الشخص يتمثل في رجل فريد من نوعه، الذي قارن نفسه بالدجاجة التي تجمع صغارها تحت جناحيها كي تحميهم من الخطر. هذا الرجل هو يسوع المسيح، الذي بكى ذات يوم على مدينة متمردة مثل الكتكوت المتمرد تماما، إذ أنها لم تؤمن به وبحمايته. فلقد مستها فيما بعد مأساة كبيرة. لكن ما هو الشيء الذي عمله المسيح لنا وللمزارع؟ أحبائي الأطفال، هذا الرجل مختلف عن الجميع. إنه الله في حد ذاته، هو الذي نزل على سطح الأرض في جسد الإنسان، أتى من أجل مهمة خاصة، وكل كلامه حق. لقد أتى على سطح الأرض كي ينقذ البشرية من عذاب كبير والمتمثل في جهنم التي لا تطفأ فيها النار أبدا. نعم، الكتاب المقدس الذي هو كلام الله يحكي لنا ما وقع منذ البداية. ففي البداية خلق الله الإنسان، لقد أحبه كثيرا، لكن هذا الإنسان لم يطع الله. فبسبب هذا الحدث فالعصيان أصبح ساكنا في طبيعة البشرية كلها، وذلك منذ الولادة. الله خالقنا وأبونا السماوي قد حزن كثيرا بسبب هذا العصيان، فبما أنه إله حق فقد عاقب المذنوب. والذنب يتمثل في العصيان الذي يدفع الإنسان دائما إلى عمل، قول أو تفكير في الشر. الجزاء هو الدخول في النار التي لا نهاية لها، والانفصال الدائم عن الله، لأن ولا واحد يستطيع الصمود أمام حضور الله إلا من كان كاملا وصافيا تماما. وكما نعلم فهذا مستحيلا لدى البشر. إذن الله قرر النزول على سطح الأرض، وذلك في صورة إنسان. هذا الإنسان هو يسوع المسيح، الذي هو في نفس الوقت الله الإبن. وسبب مجيئه هو إنقاذنا من العقاب الأبدي، إذ عقب هو في مكاننا. يجب أن تعلم أن المسيح هو الله، إذن هو كامل طاهر ومعفى من الذنوب، لا يستحق أي عقوبة، لكنه ضحى بنفسه من أجلنا، قدم حياته من أجلنا نحن كقربان لله. مات على الصليب، فموته كانت فظيعة، لأن الموت على الصليب كانت من أبشع العقوبات في عصره. هل تعلمون الله الأب قبل التضحية بالمسيح، ولكن أقامه من بين الموتى، إذ أنه حي الآن يعيش في السماء مع الله الأب. لكن سأحدثكم عن كل هذا الشيء في قصة أخرى. في الكتاب المقدس نجد ما يلي: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. هكذا نحن الكثيرين، جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. إذن ترون يسوع المسيح أتى لإصلاح ما هدمه الإنسان. لا ينقذنا فقط من النار كما عملت الدجاجة الحمراء لصغارها، لكن يمنح لنا هدية رائعة وهي الحياة الأبدية. أنت أيضا يمكن أن تغفر لك خطاياك إذا آمنت بتضحيته وطلبت من الله الغفران. يجب أن تعلم أن حتى الناس الطيبون الذين يعملون الخير يحتاجون إلى الإيمان بالمسيح وغفران خطاياهم. إلى اللقاء، سنلتقي في قصة أخرى.